هو انا بابايا اصلا مدرب فولي، وانا كنت دايما بتفرج عليه يعني هو بيلعب. يعني كنت انا صغيره وبابايا لسه بيلعب، وعلى طول بقى كنت بشوف خاله. اصلا خاله كان لعيب برضه هنا في الاهلي. اختي نوران هي اول حد بدا يلعب في الاهلي، وانا كنت لسه تحت السن، كنت باجي يعني على طول اتفرج عليها. ففي مره في التمرين كابتن خالد عبد الرحمن دخلني يعني معاهم التمرين بقى، ودي كانت ساعتها اول مره ابتدي العب فيها في النادي. كنت على طول بقى بتفرج عليهم وهم بيتمرنوا من وانا صغيره، وكان نفسي قوي اتمرن معاهم. فهو لما بيلاقيني على طول باجي اتفرج على التمرين وكده، قال لي انت من النهارده هتبقي معايا في التمرين، مع اني كنت اصغر من سني. انا عرفت ان النادي الاهلي عامله بالظبط كده، هو بيتي الاولاني، مش هقول بيتي التاني، لا هو بيتي الاولاني. انا على طول من وانا صغيره ببقى هنا من الصبح لحد بالليل. يعني دوبك مثلا عندي مدرسه باجي على طول هنا على النادي، بفضل بقى قاعده لحد بالليل، يا دوبك بس بروح البيت انام عشان اجي بقى تاني يوم. فهو بصراحه بيتي الاولاني. بصراحه يعني البطولات كتيره قوي، يعني مش قادره اعدهم، بس انا يعني الحمد لله من وانا صغيره كنت باخد بطولات اللي في سني. كنا دايما على طول بناخد اول، سواء بقى على مستوى القاهره او الجمهوريه، حتى الفرق اللي انا كنت بتصعد معاها كنا بناخد على طول اول. اعتقد بس هي بطولتين بس اللي خدنا فيهم مركز تاني، بس دي كنت انا ساعتها متصاعده مع الفرقه الاكبر. وانا اصلا اتصعدت مع الفيرست وانا عندي 15 سنه، فكنت صغيره قوي. فاي بطوله كنت باخدها مع الفيرست من وانا في سني فتبقى من اهم البطولات. ممكن من اصعب البطولات بطوله ال 18 بتاعت السنه اللي فاتت. كنا معانا صاحبتنا فريده حناوي، هي المفروض من اهم القوام اللي في الفرقه يعني. فهي ساعتها بقى جالها اصابه جامده، جالها صليبي، فهي كانت تعتبر من العناصر المهمه في الفرقه. فكانت بالنسبه لنا صدمه قوي ان هي مش هتبقى معانا، وهي كانت على طول معانا يعني في الماتشات وكانت بتشيل يعني. فدي تعتبر من اصعب البطولات، وكنا شايفين الموضوع هيبقى يعني صعب قوي شويه، بس الحمد لله خدنا يعني البطوله دي وكسبنا الفرقه 3-0 عادي يعني. بصراحه كل ذكرياتي مع النادي الاهلي حلوه يعني، الحمد لله معظم الذكريات كويسه، عشان كنا الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكسب. فاي بطوله باخدها ببقى مبسوطه بيها يعني، عشان احنا بنبقى تعبنا طول السنه. هو يعني الواحد بيبقى مستني فرحه ان هو يمسك ميداليه او يشيل الكاس. كل ذكرياتي مع النادي الحمد لله حلوه يعني. انا شايفه ان مفيش اي حاجه صعبه عادي، في ناس كتيره لعيبه كويسه قوي دلوقتي كانت بادئه بولي وهم كبار. يعني اللي حابب اللعبه يعني يقدر ان هو يلعب، وهو حوار الفولي مش صعب خالص، بالعكس هي بتوفق يعني بتوفق الوقت. يعني انا شايفه في ناس كتيره بتبقى شايفه ان الفولي ممكن اللي هو عامه اي لعبه رياضه بتبقى شايفه ان هي صعبه، اللي هو بقى انا عندي مذاكره ومش هيبقى عندي وقت. بالعكس بحس معظم الرياضيين بيعرفوا ازاي يوفقوا وقتهم، ومعظم الرياضيين بيبقوا ما شاء الله يعني متفوقين دراسيا، متفوقين في لعبتهم. فمش حاسه ان الرياضه هتبقى عائق خالص في اي حاجه يعني.